أهلا وسهلا بكم. أنا بحاول بحكي لكم على القصص للنساء العربيات اللي يعني تعرفت على سيدة من خرجت من السجن، وبالسجن هي تعرفت على على امرأة على نساء أخريات، وهناك يعني شافت المعاناة متاعهم ومعاناتها هي ومشاكلها. وبنحكي لكم قصص كل هات السيدات اللي عاشن القهرة والحقر والأسباب اللي يعني اللي دعوهم أنهم بيمشوا للسجن. بنبتدأ يعني لأن هذه السيدة كانت يعني في السجن، هما النساء بيتعرفوا على بعضهم وحكوا قصصهم، قصص الواقع ويعني المعاناة والقهر والأسباب اللي كانت يعني لا تتخيل على العقل بأن بسبب هذه الأسباب برحنا على السجن. بنحكي لكم قصة فاطمة. فاطمة هي يعني امرأة كانت بالسجن، و يعني زوجها راح على السجن في الأول، هي ما عرفت وليش لا ليش زوجها راح على السجن. لهيك جا عندها راجل وعطاها حذاء يعني نعلين، وقال لها خذيهم لراجلك يعني. وهي راحت بهيك الحذائين وراحت على السجن. لما وصلت على السجن كان في شرطي أخذ النعلين وبدأ يفتشهم، لأن قبل يعني بيعطيهم لزوجها حب يفتش لما وجد هناك المخدرات يعني وجد هناك المخدرات، قاموا بسجنها. وهي ما عرفت ليش هالرجل هيك يعني انتقم منها، كان عنده حساب مع زوجها لكن انتقم منها، هي اللي ما عملت له ولا شيء، خرب بيتها وخرب عائلتها. وهي راحت على السجن وهي ما كانت يعني مجرمة، كانت امرأة عادية بحياتها وزوجها وعائلتها وكله وهيك الكل. بعدين لما راحت على السجن هي ما بعرفت، لأن هناك في السجن كانوا يعني مجرمات اللي عملوا كتير من الأشياء، كانوا بيضربوها بيستفزوها بيعملوها يعني بيعملوها معاملات يعني قاهرة ونكيدة، لأن السجن هيك يعني النساء هين ما بيفكروا إنهم مجرمات وظروفهم صعبة، ويعني هيك بالسجن يعني عصابات مثل العصابات كانوا. هذه كانت حملة لما دخلت على السجن، وكانوا بيضربوها لبطنها. لما وصل اليوم اللي كانت يعني بتعذب فيه وكانت حاملة وكانت بتعذب فيه، أخذوها على المستشفى اللي كان في السجن. ولدت ولد أزرق، يعني أزرق بالضرب والقهر اللي كانوا بيعطيوها، ولدت ولد أزرق يعني ميت. وهيك هذه هي قصة فاطمة اللي هي ما يعني تكتب عليها المكتاب اللي بنقوله المكتاب، ما هو ما مكتاب يعني شيء ما هي عملته وما عملت ولا شيء وأخذوها على السجن. هذه قصة يعني بتبكينا، بتحس بأن لأن معاملتها كانت أكتر من هيك. أنا بقول لكم القصة ليشان ما تعرفوا يعني المرأة يعني مقهورة بالسجن واللي رحنا على السجن، ليه هم في الواقع مش فقط مجرمات، ولكن في نساء يعني ما عملوا ولا شيء، ما عملوا ولا إجرام وهيك راحن على السجن.